تهيب وزاره خارجيه مملكه البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر الى كل من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وجمهوريه العراق في الوقت الراهن نظرا للاوضاع غير المستقره التي تشهدها المنطقه والتطورات الخطيره والتهديدات القائمه وما تحمله من مخاطر كبيره على الامن والاستقرار مشدده على ضروره اخذ اقصى درجات الحيطه والحذر وتدعو وزاره الخارجيه كافه المواطنين المتواجدين في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وجمهوريه العراق الى ضروره المغادره فورا وذلك ضمانا لامنهم وحفاظا على سلامتهم ولطلب المساعده يرجى التواصل على الارقام الظاهره على الشاشه